في سنة 2018 أطلقت وكالة ناسا لعلوم الفضاء باركر سولار بروب أو مسبار باركر الشمسي في مهمة أقل ما يقال عليها إنها مهمة مستحيلة، وهي ملامسة سطح الشمس وبقاء المسبار في الغلاف الجوي للشمس في درجة حرارة بتزيد عن 1,000,000 درجة. والهدف من إرسال المسبار ده للشمس هو دراسة الشمس عن قرب، وياخد عينات من البلازما المكونة للشمس نفسها. في الفيديو ده انا هحكي لك على اختراع مذهل، واللي عن طريقه هنقدر نعرف معلومات عن الانجن او المحرك المسؤول عن مجموعتنا الشمسية بالكامل، وهتعرف ايه الغرض من ارسال المسبار ده للشمس بالتفصيل، وهحكي لك على التقنيات الحديثة اللي تم استخدامها في المسبار علشان يقدر يشتغل في الظروف الرهيبة دي. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقه. في البدايه كده خلينا نعرف ايه الغرض من ارسال مسبار لغلاف الشمس الجوي. بص يا سيدي، اولا في ظاهره غريبه جدا خاصه بالشمس والعلماء مش لاقيين لها اي تفسير حتى الان، وهي ان سطح الشمس درجه حرارته حوالي 6000 درجه مئويه، ومن المنطق ان كل لما بتبتعد عن الشمس كل لما الحراره تقل، ولكن للأسف ده ما بيحصلش، لأن العلماء اكتشفوا إن في منطقة محيطة بسطح الشمس وعلى بعد من 3.5 ل 13.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس، واللي بيطلق عليها منطقة كورونا أو هالة الشمس، ودي موجودة في الغلاف الجوي الخارجي للشمس، درجة الحرارة فيها بتعدي 1,000,000 درجة، ودي حاجة تجنن. يا ترى إيه اللي بيخلي درجة الحرارة بتزيد بالشكل الرهيب ده في المنطقة دي على الرغم من إنها أبعد من سطح الشمس؟ والعلماء شايفين ان عن طريق دخول مسبار باركر في المنطقة دي هيقدروا يتتبعوا تدفق الطاقة اللي بتسخن الغلاف الجوي الخارجي للشمس بالشكل ده. تاني هدف انهم عايزين يعرفوا مصادر السولار ويند او الرياح الشمسية، ودي بتكون عبارة عن جسيمات بتهرب من الغلاف الخارجي للشمس بشكل مستمر وبتنتشر في المجموعة الشمسية كلها. تالت هدف علشان يفهموا ازاي الجسيمات اللي طاقتها الشمسية عالية دي اللي بتشكل الرياح الشمسية بيتم نقلها وتسريعها في الغلاف الجوي المحيط بالشمس لدرجة انها بتنطلق في الفضاء بسرعات خيالية، يعني بتقطع المسافة من الشمس للأرض اللي هي 150 مليون كيلومتر في أقل من ساعة واحدة فقط. ده غير ان الشمس هي النجم الوحيد اللي نقدر نوصله وندرسه بالتكنولوجيا الحالية، لان اقرب نجم لينا اللي هو الفا سنتوري موجود على بعد 4.2 سنة ضوئية مننا، ودي مسافة ما نقدرش نبعت لها اي مسبار يستكشفها بالتقنيات الحالية. وعن طريق دراسة الشمس هنقدر نعرف معلومات عن كل النجوم الموجودة في الكون، والمسبار هياخد كمان عينات من الجزيئات الشمسية والمجالات المغناطيسية علشان يقدروا يلاقوا إجابة على الأسئلة اللي بتواجه علوم الطاقة الشمسية، ومن ضمنها دراسة مصدر الرياح الشمسية زي ما قلت لك. وخلينا اديلك فكرة سريعة عن الرياح الشمسية. الشمس مش زي الأرض، يعني ملهاش سطح صلب، ولكنها بتتكون من البلازما، واللي بيحافظ على البلازما دي وبيخليها تتجمع مع بعض داخل الشمس وما تتطيرش في الفضاء هما قوة الجاذبية والقوة المغناطيسية. والبلازما دي بتكون عبارة عن جسيمات مشحونة عبارة عن إلكترونات وبروتونات وجسيمات ألفا وأيونات تقيلة، والجسيمات دي بتفضل تتحرك من سطح الشمس للغلاف الجوي للشمس وترجع تاني بسرعات عالية جدا، ولكن بسبب زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي للشمس اللي هي منطقة كورونا أو هالة الشمس اللي كلمتك عليها واللي بتزيد عن 1,000,000 درجة، فالجسيمات دي طاقتها بتزيد بشكل رهيب، وده بيخلي حركتها وسرعتها بيزيدوا لدرجة إنهم بيتغلبوا على قوة الجاذبية والقوة المغناطيسية للشمس، وبيهربوا في الفضاء من جميع الجهات مبتعدين عن الشمس، وبينتشروا في المجموعة الشمسية بالكامل بسرعة 1,600,000 كيلومتر في الساعة، يعني بسرعة أكبر من سرعة الصوت. وبالمناسبة الرياح الشمسية دي لو كانت بتدخل كوكبنا كان هيستحيل وجود حياة على الكوكب، لأن الجسيمات المكونة للرياح الشمسية بتحمل إشعاع مميت، واللي بيمنع دخولها هو المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، واللي بيشكل درع واقي وبيمنعها من وصولها لسطح الأرض. وبالمناسبة الشفق القطبي والألوان المبهرة اللي بتظهر في الغلاف الجوي العلوي في المناطق الموجودة عند القطبين الشمالي والجنوبي بتكون بسبب اصطدام الجسيمات المشحونة الخاصة بالرياح الشمسية بالأقطاب المغناطيسية للأرض. ومشكلة الرياح الشمسية كمان إنها بتدخل على الإلكترونيات الموجودة في الأقمار الصناعية وبتعطل إشارات الاتصالات زي نظام الجي بي إس وموجات الراديو. والعلماء شايفين إنهم لو قدروا يدرسوا مصدر الرياح الشمسية هيقدروا يقللوا من تأثيرتها. نرجع بقى للاختراع بتاعنا النهاردة. فكرة مسبار باركر الشمسي بدأت من سنة 1958، ولكن تصنيعه احتاج 60 سنة لتصميم وتطوير التكنولوجيا اللازمة اللي هتخليه يلمس سطح الشمس، وتم تصميمه وبناؤه في مختبر جون هوبكنز للفيزياء التطبيقية في ولاية ماريلاند. وخليني بقى احكي لك على التصميم العبقري للمسبار.
اولا كده المسبار وزنه 685 كيلو جرام، وبيتكون من درع حراري سمكه 11.5 سنتيمتر، ومصنوع من مادة الكربون كربون، ودي عبارة عن صفائح الكربون المقوى بالكربون، وبينهم كربون فوم اللي بيتكون من 97% من الهواء، ودي مادة قوية ووزنها خفيف جدا علشان المسبار يكون وزنه خفيف ونقدر نطلقه على صاروخ للفضاء، ومقاومة لدرجات الحرارة العالية. والدرع مصمم انه يتحمل كمية طاقة اللي هيواجهها بسبب حرارة الشمس بمقدار حوالي 3 مليون واط لما يوصل لأقرب نقطة من سطح الشمس. وطبعا المسبار فيه نظام تبريد للألواح الشمسية اللي هتولد له الطاقة، اللي هو المربع الأسود اللي في النص ده، واللي بيعتبره العلماء انه أكتر أنظمة التبريد السائل كفاءة على الإطلاق، والعلماء بيشبهوه بريديتير العربيات، وتم صناعته من التيتانيوم. والمية هتاخد الحرارة من الألواح الشمسية وتدخل على نظام التبريد وتتخلص من الحرارة دي في الفضاء. والمذهل الأكتر إنه في جالون مية واحد فقط للتبريد، والمية دي منزوعة الأيونات علشان ما تعملش تآكل في نظام التبريد. والمسبار فيه أجهزة استشعار وقياس وبيشتغل بالارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي اللي بيمكنه إنه ياخد قرارات معينة في إعادة توجيهه علشان تخلي الدرع دايما هو اللي يكون مواجه للشمس وكل الأجهزة تكون محمية ورا الدرع في الاتجاه المعاكس للشمس. وعليه أجهزة مخصصة علشان تاخد عينات من البلازما الموجودة في الغلاف الجوي للشمس، ولكن باركر معلهوش كاميرات تعرض صور للشمس مباشرة، لأن حتى الآن مفيش تقنيات تسمح بتصميم كاميرا تشتغل بالقرب ده من الشمس. والمسبار هيعمل دورات كتير حوالين الشمس مرورا بمدارات كوكب عطارد والزهرة، وده علشان سرعته تزيد بالتدريج عن طريق عمل منورات مساعدة الجاذبية، يعني في كل مرة هيدخل فيها في مدار كوكب الزهرة هياخد قوة دفع إضافية من جاذبية الكوكب، وفي كل دورة سرعته بتزيد وبيقرب أكتر من الشمس. ولغاية شهر 4 سنة 2021 كان عمل 8 دورات حوالين الشمس وسرعته وصلت ل 250 ألف كيلومتر في الساعة، والمفروض أنه هيكمل 24 دورة حوالين الشمس على مدار 7 سنين. والمخطط أن في سنة 2024 يوصل لأقرب نقطة من الشمس اللي هي على بعد 6.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس، ويوصل لسرعته القصوى اللي هي 700 ألف كيلومتر في الساعة، ودي سرعة تخليه يروح من فيلادلفيا لواشنطن في ثانية واحدة فقط. وحتى الآن مسبار باركر حطم أرقام قياسية كتير، يعني أصبح أسرع جسم من صنع الإنسان وأقرب جسم للشمس. وبالمناسبة ده أول شيء ناسا تطلقه في الفضاء ويتم تسميته باسم شخص مازال على قيد الحياة، وهو الفيزيائي في جامعة شيكاغو يوجين باركر. وده لأن في سنة 1958 تنبأ باركر بوجود الرياح الشمسية لأول مرة في نظريته اللي كانت بتقول إن الهالة المحيطة بالشمس بتتمدد باستمرار في جميع الاتجاهات خارج الغلاف الجوي للشمس، وبتقدر تهرب من جاذبية الشمس الجبارة وبتتطاير في الفضاء وبتشكل الرياح الشمسية. وتم تأكيد صحة فرضيته بعدها، وده السبب اللي خلى ناسا تعلن في شهر 5 سنة 2017 انها تسمي المسبار باسم باركر سولار بروب او مسبار باركر الشمسي. وتم دعوة يوجين باركر لحضور اطلاق الصاروخ الحامل للمسبار وهو عمره 91 سنة، وتم اطلاعه على الاستكشافات اللي كانوا بيتوصلوا لها عن طريقه. ويوجين باركر توفى في سنة 2022. طيب ايه اخر التطورات والاستكشافات في رحلة المسبار العبقري ده؟ بص يا سيدي، يوم 28 إبريل سنة 2021 وفي خلال دورة المسبار الثامنة حوالين الشمس، دخل لأول مرة في الغلاف الجوي للشمس في منطقة الكورونا اللي على بعد 13 مليون كيلومتر من سطح الشمس، وواجه درجة الحرارة المهولة اللي حكيت لك عليها. وفي شهر ديسمبر سنة 2021 المسبار أخذ عينات بالفعل من داخل الغلاف الجوي للشمس رسميا علشان يدرسوا البروتونات والإلكترونات وجسيمات ألفا المكونة للرياح الشمسية. والبروب كشف أن الرياح الشمسية بتحصل بسبب وجود بنية مجعدة في سطح الشمس فيها أعمدة عملاقة من المواد الشمسية بتسمى اللافتات الإكليلية، واللافتات الإكليلية موجودة على حدود حافة الهالة أو منطقة الكورونا واللي بيطلق عليها السطح الحرج، واللي بترتفع في الغلاف الجوي للشمس، ودي أول مرة يتم استكشافها بشكل مباشر، وده هيخلي العلماء يعرفوا معلومات أكتر عن الغلاف الجوي للشمس وإزاي بيتحول لرياح شمسية. ده غير أن من حوالي قرن عالم الفلك هنري نورس تنبأ بوجود منطقة خالية من الغبار الكوني حوالين الشمس، مع العلم أن الغبار ده مغطي مجموعتنا الشمسية بالكامل. وهنري قال أن المنطقة المحيطة بالشمس المفروض ما يكونش فيها الغبار ده بسبب تسخين جزيئات الغبار بدرجة كافية لدرجة أنها المفروض تختفي تماما، وأطلق على المنطقة دي اسم منطقة التسامي. وعلى مدار سنين طويلة العلماء ما كانوش قادرين يتوصلوا لدليل رصدي على وجود المنطقة دي، ولكن مسبار باركر قدر يكتشف المنطقة دي بالفعل على بعد 13.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس، والنتائج بتدل على أن المنطقة دي بتبدأ من على بعد 3.5 مليون كيلومتر من سطح الشمس. ده غير ان المسبار رصد مسارات مغناطيسية من الغلاف الضوئي لأقماع بين هياكل بتسمى الحبيبات الفائقة، ودي عبارة عن فقاعات عملاقة على سطح الشمس بترتفع فيها البلازما الساخنة من باطن الشمس وبتنتشر على السطح، وبعدين بتبرد وترجع تغرق تاني داخل باطن الشمس،
وحركة البلازما داخل الهياكل من وإلى باطن الشمس بتشكل جزيئات الطاقة الشمسية، واللي بتكون عبارة عن الجسيمات الأكثر نشاطاً في الشمس، وبتقدر تهرب من جاذبية الشمس وتخرج بره غلافها الجوي على شكل الرياح الشمسية اللي بتنتشر في نظامنا الشمسي بالكامل. والمسبار كمان اكتشف الانبعاثات الراديوية من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، ومش بس كده، ده كمان قدر يلتقط أول صورة على الإطلاق لسطح كوكب الزهرة بأطوال موجية مرئية. وكل الاستكشافات اللي عملها مسبار باركر حتى الآن وهو لسه موصلش لأقرب نقطة من الشمس، ما بالك بقى لما يقرب أكتر هيعمل إيه؟ أنا كده خلصت، ولو أنت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وتعمل لايك وشير لأصحابك المهتمين بالمواضيع دي، وكالعادة هسيبلك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.